طب فاكت هي منصة استشارات طبية أونلاين. تأهلنا لمخيم رواد الأعمال في ستارت التابع لحظة التكنولوجيا في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. أعتقد مخيم رواد الأعمال هذا حيضيف لنا كثير من الميزات والشغلات، لأنه إحنا مشروع ناشئ، تخصصنا بعيد كل البعد عن ريادة الأعمال والبزنس، لأنه إحنا طب. إحنا جايين هان حتى نطور مهاراتنا وخبراتنا في ريادة الأعمال. أنا بتصور إنه من خلال هذا المخيم نعمل تشبيك مع رياديين ومع رجال أعمال، نوسع فريقنا، يكون عندنا خبرات أكثر بخصوص المنافسين تبعنا، حاجات سوق العمل لأفكارنا، حاجات البيئة التعليمية والبيئة التربوية اللي أنا بستهدفها للفكرة اللي أنا بنفذها، قابلية تطبيقها، العوائق اللي ممكن تواجهني، المشاكل ممكن تواجهني مثل هيك. الآن إحنا عندنا مجموعة من الشباب الرياديين اللي تأهلوا من مرحلة المقابلات المبدئية. الآن في خلال فترة المخيم مطلوب منهم يقوموا بصياغة فكرتهم بطريقة مقنعة أمام اللجنة بهدف أنه فعلاً يتأهلوا لمرحلة التمويل. الآن إحنا من خلال فقرات المخيم المختلفة راح نقدم لهم جرعات تدريبية مكثفة تحاول تساعدهم على صياغة الفكرة. أنا بالنسبة لي راح أعطيهم فقرة مخصصة عن صياغة نماذج الأعمال اللي راح تساعدهم يظهروا الجانب الربحي للمشروع الخاص فيهم، بالإضافة لإبراز الميزة التنافسية اللي من خلالها راح تساعدهم إنه فعلا هذا المشروع مميز عن غيره.